السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو سوف نعمل شرح يعني كيفية إضافة إيريزر إس إس باسيكو جراتيس، يعني النسخة المجانية إلى لعبة أمريكان تراك. إن شاء الله يعني قمت أنا بشرح على اليورو تراك من قبل، يعني في سنة 2019، يعني العام الماضي، السنة الماضية. فهي الحافلة يعني مجانية، وهناك يعني بروميون، يعني النسخة الذهبية أو النسخة الكاملة، يعني الباص كامل متكامل، يعني ما في أي مشكل. وحتى هاي الباص يعني كامل مكامل كامل، ولكن المشكل الوحيد هو أن مكان الركاب مشتت، لأنه إذا تريد أن تشتري باص يعني يكون فيه الركاب، يكون فيه كل شيء، فعليك أن تشتري النسخة الذهبية. سوف نعمل شرح على الامريكان تراك. فيعني بالنسبه لهي الحافله يعني تشتغل من 1.34 الى 1.36 الان، لاني قمت بتجربتها من قبل واشتغلت يعني بالكامل. واسف لاني مريض شوي، يعني اعاني من الزكام. المهم، اذا تريد يعني ان تقوم بتحميل هي الحافله، عليك ان تقوم بتحميل يعني 3 روابط. يعني لا يمكنك أن تقوم بتحليل مثلا هذا يعني الديف وتخلي باص وسكينز، يعني إذا يعني حملت هاي يعني لن تشتغل لك الحافلة، وإذا يعني حملت هذا وهذا لن يشتغل عندك يعني السكينات أو التصاميم للحافلات. فهاي الحافلة يعني إذا تريد يعني أن تراها يعني مثل هيك، يعني مثل هيك، عليك أن تقوم بتحميل 3 ملفات. وحتى إذا تريد أن تعمل عليها تصاميم، يعني تصاميم عربية أو أجنبية، فعليك أن تقوم بتحميل هذا السكينز. يعني عندما تقوم بحمله سوف تجد يعني المكان مخصص، يعني التمبلت خاصة بالتصميم على الحافلة، وعديد من التصاميم يعني مكسيكية، لأن أصحاب هاي الباص يعني من المكسيك. فالمهم، أمريكا اللاتينية فهم يعني شباب تجمعوا وعملوا يعني حافلات، شاحنات، أشياء كثيرة. المهم، أتمنى أن يعجبكم معي الشرح، وأسف على كثرة هكذا لأني أعاني من الزكام كما قلت. فالآن سوف نذهب ونشرح يعني كيفية، يعني أنا حملته من الموقع من قبل. فسوف تذهبون إلى الموقع يعني ETC، ليس ETC بل يعني هذا الموقع الذي أدخل له دائما وأبدا. هذا موقع يعني خاص بالمودات وخاص يعني بأشياء كثيرة. ف إذا تريد يعني التصاميم أو يعني خاصة بالإيريزر إسيس، يعني إيريزر إسيتا، سوف تجد يعني آخر تصاميم عملها الشخص من أكادير، مدينة بجنوب المغرب، بوح سكينر، إيريزر إس إس سكين ألمو. ها هي يعني بعض السكينات يعني مغربية، هذا يعني سكين أوروبا، هناك يعني سكينات عرب، يعني كثير من السكينات الموجودة عند هاي المصمم فهي مغربية. فأتمنى من يوم إن شاء الله يعني تكون هناك يعني باصات كثيرة، وتكون هناك يعني حتى العرب، يعني حتى الشباب العربي يعملون يعني التصاميم الخاصة بدولهم، يعني مثل مصر، يعني مثل أشياء كثيرة، مثل الأخ يعني أفريكان بانجوب الذي يعني يسكن أيضا يعني في الجنوب المغرب. فأنا حملت عنده يعني هاي الباك الخاص بسكينز يعني الحافلات. ها هو هذا يعني البرمجة من الأخ يعني الذي قام يعني بتصوير هاي الباك، كان موح سكينر، يعني من صمم هاي الحافلات هو موح سكينر، والذي قام بإعادة رفعهما وفكسهما فكسلة من 1.35 إلى 6.3 وأفريكا بايت جوب. فسوف نقوم بإضافة يعني كيفية يعني إضافة هاي الحافلة مع التصاميم. سوف نذهب إلى ديكمنت وندخل على أمريكا تراك مود، ليس مودز يعني مود، ونقوم بالضغط على النسخ هنا، ونذهب الآن إلى اللعبة. والآن سوف نذهب إلى مود مانجر.
سوف نذهب إلى هنا، يعني سوف نقوم بإضافة أول شيء وهو ديف والباز و إريزا سكينز، وإضافة يعني التصاميم موح سكينر، وسوف نذهب إلى كونفيرم إلى الحافلة، نقوم بالضغط هنا والذهاب يعني دائما إلى الخيار الثالث، يعني لن تجد الحافلة في أي مكان إلى إذا لم تذهب إلى هنا. والآن سوف نقوم بالضغط على كوفين ونشتري الحافلة، ونقوم بالضغط في جراج ماء هنا، ونقوم بالضغط على أوكي. تم شراء الحافلة بنجاح. إذا نمر بوعك الصحية يا أخي. الحمد لله على كل حال. يلا هو شاي، يلا هو شاي. ما هذا يا هذا يا أخي؟ هل أنا فعلا في عصر 21 أم في عصر واحد؟ الله أكبر عليك يا أخي، الحفلة اشتغلت بنجاح يا أخي.